The United States is committed to provide over $2 billion. تعهدت الولايات المتحدة منذ وصولي إلى الحكم بتقديم ملياري دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا. قدمنا نظم دفاع جوي ومعدات وذخيرة. اليوم أعلن عن تقديم مليار دولار مساعدات إنسانية لتقديم العون لملايين الأوكرانيين الذين تضرروا جراء الحرب. العديد من اللاجئين الأوكرانيين فروا إلى أوروبا، لكن الولايات المتحدة سوف تستقبل 100,000 لاجئ أوكراني مع إعطاء الأولوية لحالات لم الشمل. وسوف تستثمر الولايات المتحدة 320 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوكرانيا والدول المجاورة لها. ننسق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي بشأن أمن الغذاء والطاقة.